مرة فاتت احنا اتكلمنا في الاول خالص، قلنا ايه ان احنا الاير كونديشننج سيستمز قسمناهم اول اير سيستم اول ووتر سيستم اير ووتر وايه واللي هو الباكج والدي اكس ده. طيب اول اير سيستم او اول ووتر سيستم او اير ووتر سيستم، التسميه تعرفني انه ايه او الكلاسيفيكيشنز دي كانت بناء على ايه؟ على الهيت ترانسبورت فلويد. انهي فلويد اللي هيدخل جوه البيلدينج او جوه السبيس هيشيل اللود في حاله الكولينج او الهيتنج هيضيف لود ايا كان، تمام؟ ففي الاول اير سيستم قلنا الهواء هيتعمل له تريتمنت في سنترال ستيشن، وابعت الهواء ده ايه يعمل له تريتمنت للايه او يشيل اللود من المكان. اول ووتر سيستم والحاجات التانيه دي اللي هنتكلم عليها بقى ايه النهارده. طيب الاول اير سيستم قلنا في عندنا موديفيكيشنز، لان هو مثلا دلوقتي انا عامل سنترال ستيشن وهواء طالع يغطي 100 سبيس، كل سبيس ممكن يبقى محتاج روم كونديشن مختلفه، صح؟ سنسبيليتي فاكتور بتاعه مختلف، اللود بتاعه دلوقتي غير التاني، ماشي؟ اللود نفسه حتى لو نفس السبيس بيختلف من وقت للتاني. فعشان كده عملنا موديفيكيشنز على الاول اير سيستم. اول حاجه التيرمينال ريهيت ده كان ايه؟ ان انا اعمل ريهيت عند اخر تيرمينال. كلمه تيرمينال يعني ايه؟ عشان دايما تسمعوا الكلمه دي كتير في شغل التكييف وفي حاجات كتيره يعني في الكهرباء وكده. تيرمينال يعني الاخر الطرف، ماشي؟ فتيرمينال ريهيت ان انا عند الاخر حاطط ايه؟ هيتنج كويل او عامل ريهيت، سواء هيتنج كويل هوت ووتر او كان الكتريكال هيتر، المهم ان انا هسخن الهواء في الاخر. في اي في ان انا العب في ايه؟ ان انا اغير الفلوريد، فده بيغير السبلاي كونديشن وده بيغير الايه؟ الفلوريد، تمام كده؟ الدول داكت فاكرينه هو والمالتي زون فكرتهم ايه؟ عندي داكت اللي هو الورم والكولد واعمل ميكس ما بينهم اشوف بقى كل سبيس عاوز محتاج قد ايه، صح؟ البوستر كولر ده اللي هو ايه؟ ان انا اعمل كولينج لكل الاير، ماشي؟ اللي هو الفريش اللي جاي، وبدل ما اعمل ريهيت قبل كل سبيس ولا حاجه هقوم ايه لو محتاج اديشنال كولينج اعمل كولر مخصوص عند كل سبيس، تمام؟ وقلت عشان اوفر الدرينج وكده اخلي كل الليتنت هيت اشيلها في الفريش اير اللي جاي عشان تبقى سنترال. هنا اهو هيبقى عندي كويل ده الاساسي هتعمل على ايه؟ على الفريش اير. ليه؟ عشان الفريش اير كميته قليله، فالكولينج كويل اساسا كاباسيتي عباره عن ايه؟ ام دوت اللي هو اللي معدي عليه في دلتا اتش اللي انا هعملها والكوندنسيت، ماشي؟ فلما انا اخلي ان انا اتعامل مع الام دوت القليله اللي هي الفريش، يبقى انا كده ايه؟ الكولينج كويل ده قللت الباور بتاعته شويه، تمام؟ بس الفكره ان هو هيطلع لي نقطه واحد مش دي اللي انا عايزها، تمام؟ فايه اللي هيحصل؟ هيحصل مثلا بين واحد والار اعمل ميكس، تمام؟ ما بين الريسيركوليتد والفريش. خلاص نقطه الام دي انا بختار ان انا عند السبيس الاولاني مثلا انا محتاج اس 1، اس 1 دي فين؟ اعمل الديزاين ان انا اعمل سنسبل كولينج، ما اضطرش ان يحصل دي هوميديفيكيشن هنا ولا هنا ولا الكلام ده، فما مش محتاج ان اعمل ايه درين بايبس للايه عند كل سبيس، تمام؟ طيب فيبقى كده الليتنت لود بتاع السيستم كله بتاع البيلدينج كله متشال هنا، مفيش كولينج كويل بيشيل طبعا ليتنت، بس بيشيل ليتنت وايه وسنسبل بس، بقيه السنسبل يتشال منين؟ من الكولرز الصغيره دي. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن المزايا بتاعت الاول اير سيستم المره اللي فاتت، حته انه ايه كل حاجه سنترال، فلتريشن يبقى سنترلايزد، الدرينج برضو سنترلايزد، كل ده كويس قوي. بس دلوقتي احنا هنتكلم بقى على ايه برضو المساوئ بتاعته. ان انا هنا دلوقتي بشتغل عند داكت، تمام؟ عند السنترال ستيشن الهواء ده بيطلع في داكت واقوم وزعه على الايه؟ على الاماكن بتاعت السبيسز بتاعتي، فبالتالي الداكت ده بيبقى الحجم بتاعه ايه؟ كبير. ليه؟ لانه الهواء نفسه السبيسيفيك فوليوم بتاعه كبير، الدنسيتي قليله سبيسيفيك فوليوم عالي، تمام؟ فهياخد مساحه من المبنى. غير كده احنا زي ما قلنا في بيبقى داكت بتاع السبلاي وفي الداكت بتاع الريتيرن، ماشي؟ فبالتالي ممكن يحصل كونفليكت ما بينهم في نقط معينه وهم راجعين، فبالتالي هتحتاج السقف ينزل اكتر او الداكت بقى تشوف هتعمل ايه، تمام؟ طيب الحاجه الثانيه برضو عندك الكوست بتاعت الايه؟ بتاعت الداكت، حتى المصنعيه بتاعت تركيبات الداكت بتبقى غير المصنعيه بتاعت البايبنج، بتبقى اغلى، تمام كده؟ اللي هو الصنايعي اللي بيركب الداكت بيبقى الايه؟ اغلى. في عندك العزل هيبقى اكبر،
ماشي. انت لما بتيجي تعزل ماسوره غير لما تعزل دكت، يبقى الكميه اللي انت محتاجها للعزل هتبقى اكتر. وزي ما قلنا المبنى نفسه انت باني مثلا الدور ارتفاعه مثلا 4 متر ولا حاجه، انت في متر مثلا راحوا كده ايه للدكت، اللي قاعد في المكان ما حسش بيه ولا شافه. تمام. فدلوقتي في طبعا طريقه مثلا ان انا اخلي الدكت بتاع اللي هو السبلاي ده يبقى بسرعه عاليه، بس ده هيأثر لي من ناحيه تانية في ايه النويز. ماشي. ولو عليت زياده هتبقى النويز وكمان ايه الفريكشن. تمام كده. طيب فده هيزود لك الباور بتاعت الفين. المهم فاحنا دلوقتي السنترال ستيشن ايا كان بقى اللي احنا بنعمله مثلا في في او الدول دكت او غيره او كده، فده برضو بيزود لي الايه الانيشال كوست بتاعتي، صح؟ وفي حالات بيزود لي الايه الرننج كوست، يعني التيرمينال ريهيت ده بيزود لي رننج ولا انيشال رننج؟ الاثنين يعتبر. ماشي. طيب الفي اي في يعتبر انيشال، ماشي. ان انت بتجيب دمبر يبقى موتورايزد وحاسس، يعني الترموستات تغير التمبريتشر تقوم مغيره الايه فتحه الدمبر وقفلته والكلام ده كله. ماشي. طيب فدلوقتي في ان احنا نعمل اير كونديشننج لكل زونه لوحده. يعني مثلا ايه دلوقتي عندنا مثلا مبنى، المبنى ده فيه مكاتب وفي كلاس رومز، ماشي، في مطاعم لو كان مول او كده، كل حاجه وليها السكيدول بتاعها السنسبيليتي فاكتور بتاعها. فالحاجات اللي ليها نفس السنسبيليتي فاكتور نفس السكيدول نعتبرها ايه زون، ويبقى دي ليها مكنه مستقله بتاعتها. ماشي. هل دي هتنفع دايما؟ يعني مش كل اشكال مباني. بص مفيش سيستم بينفع في كل المباني، خلاص كل مبنى وليه الايه الظروف بتاعته. يعني مثلا اوقات لما يبقى في عندك مبنى، المبنى ده بتاع 11 دور كده ولا حاجه، فلما تعمل مكنه لكل زون هتحطهم مثلا فين؟ في الروف مثلا. لو حطيناها في الروف عاوز اخد دكت من الروف لغايه الدور الاول، لا هي صعب ده، صح؟ فالمباني دي عشان كده هتلاقي في المباني دي في حاجه اسمها ايه الميكانيكال رومز. يعني تلاقي مثلا في وسط الدور كده في كام اوضه كده، دول ميكانيكال روم. ميكانيكال روم دي حط الماشين بتاعتك وودي دكت من عندها، خلاص. لو ما لقيتش لا خالص الميكانيكال رومز دي والمباني معموله يعني تايت قوي، عاوز يستغل كل حاجه ياجرها او يبيعها، يبقى ساعتها انت هتشتغل بسيستم تاني. تمام. طيب فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا نفس الاير هاندلنج يونت اللي احنا اتكلمنا فيها وكل حاجه، بس هتبقى خاصه بزون لوحدها. تمام كده. طيب هيبقى مثلا المنظر عامل زي كده. مثلا دي اللي هي الزون بتاعتنا، دي زون واحد، زون اتنين، زون تلاته. ممكن الزون دي تبقى الدور على بعضه عباره عن زون، لو كلهم نفس الايه السكيدول ونفس السنسبيليتي فاكتور، فممكن كلهم يبقوا ايه عباره عن زون واحده. فدي الماشين بتاعتي، ادي السبلاي، هرمي الهواء في كذا نقطه، ماشي. لان الزون دي ممكن تبقى كذا سبيس، وممكن حتى تبقى سبيس واحد بس مش هرمي الهواء في نقطه واحده. دي هتتعلموها في الايه في الاير ديستريبيوشن في الرومز، ان انا جوه الاوضه مش هرمي الهواء من نقطه واحده. زي مثلا الاوضه دي مش تكييف مركزي اللي هو سبليتات، بس ما هوش تكييف واحد، كذا تكييف، خلاص. انا دلوقتي لو عملت تكييف مركزي، لو خليت مثلا هي شايف الحته بتاع الشباك دي مثلا، هنا هو فتحه التكييف اللي هترمي الهواء هنا، اللي هيبقى قاعد هناك مش زي اللي قاعد هنا، مش زي اللي قاعد هنا، صح ولا لا؟ فبنوزع عند كذا نقطه. تمام. عندك سؤال؟ بيقول لي السيستم اللي احنا كنا بناخده المحاضره اللي فاتت مش فيه اير هاندلنج يونت، احنا بنودي على طول الضغط فيه الهواء على طول، مش محتاج نحط اير هاندلنج يونت، صح؟ ما هو بص يعني اير هاندلنج يونت، ما هو شايف الماشين دي اللي فيها كولينج كويل وهيتنج ومش عارف ايه، ما دي اسمها اير هاندلنج يونت برضه. يعني اير هاندلنج يونت مش مقتصر على الحته اللي موجوده جوه المكان بس. لا بص، حته اير هاندلنج يونت الكلمه دي بتتقال على حاجات الى حد ما اللي هي سنترلايزد، اللي هي كبيره شويه، بس ممكن الاير هاندلنج يونت دي تغطي لي المبنى كله وممكن تغطي لي زون لوحدها. تمام كده. ماشي. يعني ايه يا دكتور؟ معلش الاير هاندلنج يعني ايه؟ طيب ما هي هنا برضه. Thank you.
فاكر الشكل ده؟ تمام. اير هاندلنج يونت يعني يعني بتعمل تريتمنت للاير. انا هنا هاخد الدكت ده الريتيرن ده الميكسد الريتيرن مع الفريش هيخش على الماشين بتاعتي. في عندي هنا الفلتريشن او الفلتر يعني بتاعي, بعد كده الهيتنج كويل او الكولينج كويل, بعد كده تخش على الايه على المروحه. ما بين المروحه وما بين الكلام ده الحته اللي هي دي اللي هي الفليكسبل جوينت تمام, او الفليكسبل كونكشن اللي هي بالبلدي كده بيسموها ايه, حد عارف؟ كانفاس. ماشي. الكانفاس ده هو فكرته كلها اللي في النص ده عامل زي قماش رابر كده عشان يمتص الفايبريشن اللي بيحصل. عندك الكويل ده بيمشي جواه ميه وكل شويه الفلوريت ممكن يختلف فبيعمل فايبريشن. المروحه لوحدها بتعمل فايبريشن, فلو كل الفايبريشن ده انت نقلته للقعده, القعده دي مع الوقت هتتكسر, فاهمني؟ فانت بتعمل ايه, بتابزورب الكلام ده في الحاجه الفليكسبل دي. فدي مثلا شكل الاير هاندلنج جوينت. ممكن تبقى اصغر من كده بكتير, ممكن تبقى شبه اللي عندكم في المعمل في راوند 2 اللي انتوا هتاخدوه. ماشي بالظبط. يعني الاير هاندلنج جوينت شكلها مش ثابت. في اوقات الاير هاندلنج جوينت تبقى حاجات صغيره تتعلق في السقف, يعني فوق السقف المستعار كده ولا حاجه تبقى اير هاندلنج جوينت. بس هي فكرتها ايه, ان هي بتعمل لي تريتمنت للاير, كل انا محتاجه الاير وطلع لي هواء تريتد, يعني طلع لي الهواء عند السبلاي. تمام. طيب فدلوقتي بالنسبه بقى للي هو ان انا هعمل اير هاندلنج يونت او ايا كان اسمها ايه, كونديشنر بتاعي ان هو يغطي لي زون لوحده. ماشي. فالزون دي ممكن يبقى فيها ايه, عندي الدايركت اكسبانشن كويل. يعني ايه, انا دلوقتي عاوز اعمل كولينج. حلو. زي الرسمه اللي احنا شفناها من شويه, الكولينج كويل ده اللي ماشي جوه ايه, كولينج كويل ماشي ايه, فريون يا ميه, ممكن فريون وممكن تشيلد ووتر, صح ولا لا؟ فممكن يكون دايركت اكسبانشن كويل اللي هو ماشي فيه مثلا فريون ولا حاجه وعمل لي تريتمنت. الدايركت اكسبانشن كويل ان انا اكون واخد وصله فريون من ريفريجريشن ماشين, يعني تكون عندي ريفريجريشن ماشين كبيره مغطي تشيلر, مغطي مش تشيلر بقى, ريفريجريشن سيستم مغطي الايه المبنى كله. هاخد ام دوت ريفريجرنت على قد الايه الاير هاندلنج يونت دي, وام دوت ريفريجرنت الاير هاندلنج يونت الثانيه, وهكذا. خلاص. فدايركت اكسبانشن ان انا يحصل ايه, ان يحصل عندي الهيت ترانسفير ما بين الريفريجرنت جوه الكويل والهواء على طول. خلاص. في مثلا ان هو يبقى زي السبليت يونتس مثلا زي دي, تكون الاير هاندلنج يونت بتاعتها عباره عن ايه, ايفابوريتور بتاع ريفريجريشن سيستم, يعني تبقى ريفريجريشن سيستم خاصه بالايه بالاير هاندلنج يونت دي. ايه الفرق اللي فاتوا ده؟ بص بص دلوقتي انا ممكن يكون عندي شفت الاير هاندلنج يونت اللي من شويه اللي داخل هنا هو ايه, ميكس ريسيركليتد والفريش. تمام. فده الميكسد. تمام. فكده الكولينج كويل عباره عن ايه, ايفابوريتور بتاع ريفريجريشن ماشين. ممكن بقى نفس الريفريجريشن ماشين تكون واحده اكبر بقى, موديه واصله لهنا وماديه واصله لاير هاندلنج يونت تانية, صح, وثالثه وهكذا. فهو في الحالتين هو دايركت اكسبانشن اللي هو ما بين الريفريجرنت وما بين الهواء. تمام. بس ممكن الريفريجريشن ماشين تكون هي خاصه بالاير هاندلنج يونت بس. تمام. طيب في بقى كمان شكل تاني اللي هو الاير كولد باكج يونت. يعني ايه اير كولد باكج يونت؟ لو مثلا الشكل اللي فوق, الشكل الايه اللي فوق ده, تكون عند الريفريجريشن ماشين هي خاصه بالاير هاندلنج يونت دي, هتطلع لي هواء تريتد واقوم اوزعه في الاماكن اللي انا عايزها, ويبقى عندي الكوندنسر والكمبريسر كل حاجه دول باكج كده مع بعض, والكوندنسر بيتبرد بهواء. شكل ليها كده وهنشوفه اخر الليكتشر النهارده, مثلا منظر زي ده. ادي بيت, دي الباكج يونت محطوطه فوق على الروف, شايفين الفتحات دي والمروحه دي, ده كده الكوندنسر والكمبريسر جوه هنا. تمام. وتحت كده ايه الايفابوريتور, ماشي, اللي هيطلع لي دكتات, شايفين الدكتات الزرقاء دي كده الدكتات اللي هتتوزع لي في المبنى.
ماشي. فدي باكج يونت، دي فيها الكوندنسر والكمبريسور وكل حاجه تبع الريفريجريشن ماشين والايفابوريتور كمان. مالك؟ تمام مفهوم؟ عامله زي الوحده الخارجيه الموجوده في التكييفات العاديه بالظبط. بس انا دلوقتي ان انا الكاباسيتي بتاعتها ان انا ممكن اخد الهواء وشكلها كمان، ناخد الهواء يعني مخرج الهواء مش بس مقفول على كده جريل، لا ونطلع لي فتحه هواء كده خدها ووزع منها ضغطات لو عايز. تمام؟ شكل الهواء شكل السيستم عامل ازاي؟ يعني مثلا نفس الفكره باكج يونت بس مثلا بدل اير كولد ووتر كولد. هي ملهاش دعوه هنا بالهواء بيحصل فيه ايه؟ ليه دعوه بالريفريجريشن ماشين هي ووتر كولد. فيبقى هنا في عندي كولينج تاور. تمام؟ في مثلا شكل تاني ان هي يبقى عندي الريفريجريشن ماشين دي خلاص اللي هنا الايفابوريتور بيبرد لي مش هواء بيبرد لي ميه. فكده بقت اسمه تشيلر. واخد الميه دي اللي تشيلر دي هي اللي تعدي جوه الاير هاندلنج يونت. اه بس كلمة باكج اللي احنا هنشوفها في اخر ان الباكج دي بتغطي زون واحدة. تمام؟ بتبقى شكلها اكتر حتة ايه؟ ان انا ممكن اشيلها واوديها مكان تاني. يعني زي مثلا التكييف المنزلي ده. انت جيت ركبت تكييف وجيت عزلت، مش ممكن تاخد التكييف ده وتاخده في مكان تاني؟ انما بقى لو انت عامل تكييف مخصوص لشكل المبنى ده. لما تيجي تنقل احتمال كبير يبقى صعب. اخرك هتنقل الاير هاندلنج يونت بس بقى التوصيلات والدكتات والكلام ده صعب. تمام؟ دي نفس الفكره. شايف الريفريجريشن ماشين دي؟ الريفريجرنت اهو مع الهواء عادي. ده ناحيه الايفابوريتور. ناحيه الكوندنسر اللي فوق دي انه الكوندنسر بيبرد بهواء ووتر كولد ان الكوندنسر بيبرد بميه. بس لو بيبرد بميه هحتاج كولينج تاور طبعا. ماشي؟ في بقى شكل تاني ان انا الايفابوريتور اللي تحت ده ايا كان بقى الكوندنسر ده بيبرد بايه؟ الايفابوريتور ده بالظبط. يعني كان هيبقى عندي من الاخر كده في الايفابوريتور هنا ده كده ريفريجر. تمام؟ ودي كده ايه؟ ووتر او تشيل ووتر. وبعد كده اخد الوتر ابرد بيها الهواء. في حالات بتضطر تعمل الحكايه دي. ده الشائع اصلا؟ ها؟ ده الشائع اصلا؟ بالظبط. ده اكتر عشان بص هقول لك على حاجه. لو تخيل الاير هاندلنج يونت دي موجوده جوه دي هتغطي زون واحده فهي جنب الزون. ماشي؟ الاسهل ان انا انقل ميه بدل مثلا بدل ما انقل فريون. المواسير اللي هتتنقل فيها الميه ارخص. ماشي؟ البريشر دروب بتاع الميه ده هجيب له بامب عشان تمشيه. انما الفريون البريشر دروب اللي فيه اللي هيشيله كومبريسور فده تكلفه. المواسير اللي بيمشي فيها الفريون نحاس فتكلفه. فهو كل سيستم ينفع بس انت بتعمل اوبتمايزيشن كمان من ناحيه الايه الكوست. يعني تشوف هو ينفع افيلبل يعني المساحه عندك تكفي ولا لا. طب تكفي الكوست الاحسن ايه؟ انقل الفريون ماشي ولا برد هواء وبعد كده انقل برد اسف ميه وبعد كده هي اللي برد الهواء. فدي بتختار بقى. تمام؟ طيب تعال نشوف بقى اللي هو الاول ووتر سيستم. الاول ووتر سيستم ان انا اختار فلويد يعني الهواء زي ما قلنا مشكلته في ايه؟ حجمه كبير لان دنسيته صغيره. فلما اجي اعمل تريتمنت للهواء وابعت الهواء تريتد وكل حاجه بس عشان الفوليوم كبير فبيكلفني زي ما قلنا المشاكل بقى دكت. تمام؟ الكوست بتاعت الدكت السايز بتاع الدكت كل ده ايه؟ معايا في الحسبه بتاعتي. فبالتالي ممكن اختار فلويد يكون ليكويد. ليه؟ الليكويد الدنسيتي بتاعتهم اعلى فهياخد فوليوم اقل. واختار ليكويد كمان يقدر يستحمل تمبريتشرز قليله. يعني في التكييف ممكن اوصل لتمبريتشرز في حالات ممكن اوصل لزيرو. صح ولا لا؟
طيب فاحنا دلوقتي لما نيجي نختار لما نيجي نختار نختار في الهود اكيد هنختار في الهود يبقى ارخص هنختار في الهود يبقى ايه يبقى رخيص فارخص في الهود هو ايه الميه تمام طيب وفي نفس الوقت الميه هتقدر في حالات كتير انها تشتغل لغايه قرب الزيرو مثلا ولا حاجه والدنيا تبقى ايه تبقى تمام طيب فبالتالي احنا هنا لما نيجي نستخدم ليكويد بدل الاير هيبقى الميزه في ايه وفرنا السايز بدل ما حاجه تبقى السايز بتاعها متر مكعب بقت حته ماسوره صغيره خالص بس قصاد كده انا دلوقتي اللي عملت له تريتمنت هو ميه فهبعته للمكان مش هرش على الناس صح خد ميه ساعه صح ولا لا هعمل ايه بالظبط استخدم حاجه اللي هي بنسميها تيرمينال يونتس زي ما قلنا كلمه تيرمينال يعني ايه في الاخر في اخر مشوار تمام هبعت بايبنج في اخر البايب دي بتاعت الميه هم حاطط ايه تيرمينال يونت ماشي طيب اول حاجه من التيرمينال يونتس واكتر نوع شيوعا وتسمعه كتير اللي هي الفان كويل يونت الفان كويل يونت دي من اسمها كده يبقى عنده كويل ووراه مروحه الكويل ده هيمشي جواه ايه المايلتشر دوتر صح الهواء يعدي ده كده الام دوت اير اللي هو كان في الايكويشن كيو بتساوي ام دوت دلتا اتش ماشي فدلوقتي الكويل ده خلد السبيس وده الفان كويل يونت في اير هيدخل عند ده اللي هو الام دوت صح ويخرج هنا ايه ام دوت برضو دي الستيت ايه بقى اللي شعر اللي خارج من الكويل اتش سي 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 دي اللي سي صح اللي داخل بقى الكويل لو داخل من السبيس هيبقى ار صح ولا لا زي هو يعني التكييف بتاع البيت مفيش هواء جديد ما لسه هنشوف بقى النقطه دي الطبيعي بتاعه الاول ووتر سيستم ده المكنه جوه الاوضه صح فهتاخد الهواء من جوه الاوضه وترميه جوه الاوضه تاني فمفيش فريش اير يعني بالمنظر ده كده مفيش فريش اير صح ولا لا ما هنشوف بقى هنعمل ايه بقى ماشي هناخدها واحده واحده انا عارف ان انتوا شاطرين بس يعني واحده واحده ماشي طيب فاحنا عندنا في عندنا الكويل ده الكويل ده هيمشي جواه الميه اللي هي تشيلد ووتر في حاله الكولينج او هوت ووتر في حاله الايه الهيتنج سيزون تمام طيب وعند الفان اللي هي هتحرك لي الهواء اللي طلع لي الام دوت اللي انا عاوزها دي طيب وفي اوقات الفان كويل يونتس اوقات بيبقى جواها يعني نفس الكويل نفس الكويل في الصيف مثلا يبقى كولينج وفي الشتاء يبقى ايه هيتنج وفي اوقات لو اللود عندي فيه فاريشن كبير قوي فممكن يبقى عندي كويلين كويل الكولينج وكويل ايه او هيتنج كويل وايه كولينج كويل تمام طيب ده مثلا شكل الفان كويل يونت دي مثلا فان كويل يونت تعتبر فيرتيكال ان هي واقفه ساند على الحيطه ماشي ده كده الديسشارج جريل ده اللي بتطلع الهواء من الايه من الفان كويل يونت بتسحب منين اللوفر اللي هنا الجناب دي ده القلت جريل الهواء يدخل من هنا هيعدي على الكويل والمروحه هتسحبه وترميه ايه ترميه على بره ماشي طيب في شكل تاني ان هو بيبقى السسبندد سيلينج يعني بيتحط فوق السقف المعلق وهم حاطط الايه الفان كويل يونت فشكلها عامل ازاي الريتيرن من هنا زي ما قلنا دايما هتلاقي رسومات الريتيرن بيبقى شكل الريزيستنس كده هو ليه مايل فيه عشان ياخد الاريا دي كلها عشان يبقى فول يعني الهواء لو انا حطيته واقف كده مثلا ماشي لو حطيته واقف طبعا ده اسوء حاجه الهواء هيعدي من جنبه هيعدي ليه من جواه ماشي لو حطيته بالعرض كده المساحه دي مش هتكفيه فساعتها بقى انت هتحتاج المروحه الفان كويل يونت تبقى عريضه فانا حطيتها على الحيطه تبقى حاجه ديكوريتيف كده فمش هينفع ان هي تاخد مساحه كبيره من المكان ماشي فحته هو الميول بتاعه دي ان انا بس بستغل المكان فاهمني حتى في السيلينج ديت الاريا بتاعته مش هتبقى زي الطبق بتاع الهواء اللي ايه الاريا بتاع السيلينج مش هيبقى زي بتاع الطبق بتاع الهواء اللي هو ده لا اصل دي بتبقى على قد المكنه اللي هي زون واحده مش داكت بيكفي كل حاجه صح ولا لا يعني ده يا دوب على قد مكان واحد بس فكويل اللي هو على قد مكان واحد فهتبقى شكل دي مثلا يعني نفس السايز بتاع الكولينج كويل المكنه بتاعه البيت العاديه بس موجوده فوق السقف تمام فانت برضو مش شايف الايه المكان ده هو بالنسبه لك هو بياخد هواء من المكان يعمل له تريتمنت ويرجعه في المكان تاني دي اللي هي بتبقى زي
زي الشكل ده كده بس لا الشكل ده كذا حاجه لازم تعرف اصله كان ايه. يعني ممكن يكون الشكل ده اشيل بلاطه واقوم حاطط حاجه اسمها ديفيوزر. الديفيوزر ده ممكن يكون داكت اللي هو اول اير سيستم، يعني يبقى عندي الاير هاندلنج يونت وبعت داكت، والداكت ده فيه ايه شبكات الهواء. تمام. وممكن يكون بالمنظر ده، يعني دي مثلا ده اللي انت شايفه. تمام. ان انا شايل بلاطه من السقف المعلق وحاطط ايه الديفيوزر. ماشي. بس هو اصله كان ايه؟ اصله هل في فوق فان كول يونت هي واخد الهواء ومطلعه هنا على طول، ولا اساسا داكت زي اللي هو الاول اير سيستم؟ تمام. فهي دي الفكره. انت لو لقيت جنب المبنى في مكان كبير كده ولا حاجه وداكتات رئيسيه، خلاص يبقى انت شغال اول اير سيستم. ماشي. طيب ده مثلا شكل تاني اللي هي برضو اللي هي السسبندد دي، بيبقى عندي فيه فلتر. طبعا الفلتر هنا مش هيبقى زي الفلتر بتاع الاول اير سيستم. الاول اير سيستم الفلتر كان ايه؟ حاجه محترمه مكلف، صح ولا لا؟ هو انت هتعمل فلتر مره واحده، انما هنا ايه؟ حته جريده كده وتحطها ويبقى ده كده ايه؟ فلتر شبكه كده تعبانه وخلاص. بعد كده عندي ادي هيتنج كويل، ادي كولينج كويل كاسكيماتيك دروينج، وعامل الكولينج حجمه اكبر من الايه؟ من الهيتنج كويل. وادي مروحه وخلاص طلعت ديستشارج الايه؟ البلينم. بلينم يعني ايه؟ سمعت الكلمه دي قبل كده؟ البلينم دي اللي هو انا برمي يعتبر على حته مفتوحه. تمام. يعني اوقات فوق السقف المعلق بدل ما اجيب داكت واقوم منزله على زي اللي فاتت كده. تمام. وهنا انا عمال اسحب من داكت مخصوص عشان يخش المكنه. في اوقات وبيعملوها كتير في الريتيرن، الريتيرن تلاقي مثلا اللي هي الفتحات اللي في السقف، انت مش شايف اللي فوق؟ اللي فوق ده منطقه فاضيه مفتوحه كده، بدل ما يجيب داكت من النقطه دي ويوديها لغايه المكنه، لا هو بيسيب الحته دي مفتوحه والمكنه تسحب. فهو ده البلينم. طب معلش، ما يجي بقى يودي الهواء الساقع، المكنه بتودي الهواء الساقع، ازاي بتعرف توزع الهواء في المنطقه الفاضيه كلها بحيث ان يلتزم كل الديفيوزرز؟ لا ما هي بص، ما انت لازم لو هتعمل الديزاين ده يبقى انت عامل هي نقطه فتحه واحده مثلا، فتحه بتاعت ايه؟ فتحه سبلاي وفتحه ريتيرن. تمام. يا اما لو انت موضوع الريتيرن نفسه ماشي، ده ممكن يبقى كذا واحده ريتيرن بس سبلاي، يبقى مش بلينم، سبلاي داكت. فاهم ازاي؟ انت دلوقتي مثلا انا واخد من المكنه داكت ودخلته جوه المكان، حلو، فبالتالي خلاص هو عارف مساره كده كده، انا دخلت هواء جوه المكان، النقطه اللي هناك دي بتدخل هواء والنقطه دي انا فاتحها، يبقى طبيعي الهواء ده هيقعد يمشي لفته كده في المكان ويطلع من هناك. لما يطلع من هناك وبعدين بالظبط هو قدامه هيلاقي في مسار ان هو يروح للمكنه دي عشان تسحبه، فممكن تسحبه ايه فري، وتوفر على نفسك اللي هو الداكت اللي انت هتعمله في بالنسبه للريتير. ماشي. ده برضو شكل تاني، ده يعتبر اللي هو ايه؟ ادي الريتيرن اير بلينم، هتلاقي ادي الفتحه بتاعت الايه؟ بتاعت الريتيرن، ده كده فوق السقف المعلق، مش موصل دايركت للايه؟ للفان كويل يونت. تمام؟ انما هنا ده الايه؟ السبلاي بتاعنا، خلاص انا عامل فتحه بتاعت السبلاي تودي على جوه المكان على النقطه اللي انا عايزها. ماشي؟ طيب دي برضو اشكال تانيه، ده يعتبر برضو ايه؟ ريتيرن اير، يعني انا عامله في دي كده كانها غرفه للفان كول يونت. يعني دي ممكن تبقى ميكانيكال روم مثلا بس تبقى صغيره. يعني تخيل مثلا المدرج بتاعنا ده في مثلا جنب السلم في اوضه كده، ما اعرفش دي ايه ماشي، بس شفت في مره بيصوروا عندها حاجات كده موظفين. المهم في اوضه صغيره كده، فممكن الاوضه دي اللي بتبقى تحت بير السلم كده ولا حاجه تعتبرها كانها ميكانيكال روم للاوضه دي، يعني تعمل فيها فان كول يونت فيرتيكال بقى ولا حاجه، او نسميها اير هاندلنج يونت ايا كان، تعمل تريتمنت للاير وتبعت الاير اللي جوه المكان. ماشي. طيب وبرده هنا هتلاقي ايه؟ في حاجه هنا اللي هي سبرينج ايزوليترز، دي اللي هي بتبقى السوست بتبقى موجوده تحت اي اكويبمنت فيها روتيشن والكلام ده وفريكشن وكده، بيبقى فيه دايما على طول ايه السوست دي. شفتوها كده في التجربه بتاعت الريفريجريشن اول واحده لونها برتقاني دي، الكمبريسور مش في تحتيه؟ في تحتيه برضو اللي هي السوسه دي، صح ولا لا؟ ماشي. ليه؟ لان اول اللي اشمعنى الكمبريسور بالافاس هو ده اللي يعتبر فيه فايبريشن عادي. صح. طب هو يعني السيستم دوت عامه، يعني انا دلوقتي عندي زون واحده، طب ما ينفعش اخد مثلا انا عايز اكيف الاوضه دي مثلا عند درجه حراره 18 وعايز اخد برضو من الاوضه الثانيه مثلا عند 24؟ لا
ينفعش؟ لأن هو نفس السبلاي. ما ينفعش أقسمه. لو نفس أصل هي مكنة واحدة حلو؟ بص أفكر فيها إزاي. أنا المكنة دي الكنترول بتاعها أنت بتعمل كنترول على إيه؟ هتغير مثلا الكولين كويل او الهيتين كويل. طب هو هياخد السنسور منين؟ من راحة الاوضة دي ولا راحة الاوضة التانية؟ لو هما مختلفين يبقى ما ينفعش الاتنين يبقوا على مكانة واحدة. ده فاهمني؟ أيوة. يعني هو دلوقتي مثلا انت عامل السيت بوينت هنا مثلا 24، التاني عاوز يعمل السيت بوينت على 18، هي هتسمع كلام مين فيكم؟ مش هتقطع نفسها يعني هتعمل ايه؟ صح ولا لا؟ فدلوقتي لو اشتغلت على 18 مثلا يبقى تقعد تبرد لغاية ما توصل ال 18 وانت عملت التلج هنا. انت فاهمني؟ فهي الفكره موضوع الكنترول دي هو كولين كويل واحد فسبلاي بوينت واحده فهتروح لمين فيهم؟ ما ينفعش كوز دكت مثلا او لو هي مثلا في الاوضه اللي تحت ديت وهي رايحه مثلا اكون حاطط هنا مثلا هيتر في الاوضه ديت وتحت التانيه. تمام، يبقى ده مش اللي هو الفان كول يونت، يبقى كده انت كانك عملت اللي هو الاول اير سيستم. أيوة. تمام، وترمينال ريهيت. تمام تمام كده. طيب ده شكل تاني للفان كول يونت شفناه برضو احنا في الكورس بتاع الريفريجريشن، فاكرين ده كده هنا عند المروحه وادي علبه الكهرباء اللي بتركب على الموتور بتاع المروحه دي، ادي الكويل دي مواسير النحاس، ده هيدر مثلا بتاع الدخول وده الهيدر بتاع الخروج. ميه بتدخل من هنا تتوزع تخش الكويل، ميه بارده او سخنه الهواء يعدي عليها، وده ايه قلتها لكم ده حوض الصرف. تمام، ده اللي هو الدرين بان بتاعتنا. ماشي، هتلاقي هنا في حته كده ايه دي كده اللي هو بتاع كوع نحاس كده بنبقى عاملينه عشان ايه لما تبقى الميه تزيد تقوم طالعه من النقطه دي. ماشي، اللي هو هنا اوصل بيها ايه خرطوم الصرف بتاعك. تمام، دي مثلا فان كول يونت بس تعتبر ايه حاجه ديكوريتيف، ان انت تيجي تبص اللي انت هتشوف في السقف هو دي بس. تمام كده، دي مثلا هتشوفها ازاي؟ هتشوف الفتحه دي بس، يعني ده تتحط من جنب الحيطة. تمام، لو تتحط فوق السقف يبقى هيتعمل داكت عشان ايه توصل ايه للديفيوزر بتاعك. متخيل انا بقوله؟ طيب ماشي، في اشكال تانية برضو للايه للترمينال يونتس، ممكن نعتبر الاير هاندلنج يونت ترمينال يونت، نفس الفكرة اللي كنت بقول لكم عليها، ان انا دلوقتي الزون دي المبنى الدور ده كله كبير مثلا وفي ميكانيكال روم كبيرة، هعمل اير هاندلنج يونت تغطي الزون دي كلها. الاير هاندلنج يونت دي ايه؟ ايه الفرق بينه وبين الفان كول يونت؟ هو ده كونديشنر وده كونديشنر، بس ده شكلا عن ده مختلف. الفان كول يونت ممكن تتحط جوه السبيس فوق السقف المعلق، لما السايز بتاعها بيكبر شويه ما بتتسماش فان كول يونت، بتتسمى ايه؟ اير هاندلنج يونت. تمام، هي دي اللي هي بتاعت المترو اللي بتبقى فوق دي. انا بقالي كتير ما ركبتش. لا يعني في مترو في حاجه نازله وفي حاجه كده بتبقى معموله بنفس الشكل ده كده تقريبا، ده التكييف ولا ايه مش عارف. اساسا انت مش قد تكييف ولا انا ما اعرفش ده وانا اعرف منين بيطلع صوت على طول. طب بصورها لي. طيب تمام. طيب فدلوقتي الاير هاندلنج يونت نفس الفكره، تخيل الدور ده وفي اوضه كبيره مثلا احط فيها الايه الاير هاندلنج يونت، الهواء هيجي واخد ريتيرن والكلام ده كله ومطلع ايه السبلاي دير على الروم دي. بس هي الفكره كلها في ان انا دلوقتي مش الليفابريتور، الكولين كويل اللي جوه بيبرد عن طريق ايه تشيلد ووتر او بيسخن عن طريق هوت ووتر، فهو ده اللي بنسميه يبقى ساعتها هو اول ووتر ايه سيستم. خلاص كده تمام. طيب فهنا برضو ممكن يبقى عندنا سنجل كويل او ايه او دبل كويل. طيب في بقى عندنا حاجه تانية اسمها كونفيكتور، هو نفس الحاجات دي نفس الشكل بتاعها، بس ده بيكون ممكن بيستخدم اكتر في موضوع الهيتنج. عارفين الشكل ده؟ ده بيبقى موجود على جنب كده وتلاقيه سخن شويه. تمام، ده اللي هو اسمه كونفيكتور. الكونفيكتور ده فكرته ايه؟ ان انا اتعدي ميه بس من غير مروحه ومن غير اي حاجه، ما فيهوش النويز بقى بتاعه المروحه. ماشي، فالميه هتعدي لو قلنا ان هي بارده مثلا فيبقى الجسم بتاعه هيبرد ويبرد لي الهواء اللي حواليه. ماشي، بس هي في الاغلب بنستخدمها في ايه؟ في الهيتنج. انتوا حد شافها قبل كده في الافلام حتى؟ ماشي، بصوا دي بتبقى اللي بيعدي فيها بيبقى ميه سخنه بتدفي الهواء اللي حواليها، بس في الهواء السخن معظم الناس لما بتيجي تشتغل حتى هيتنج ما بتلاقيش ان هي بتعمل المروحه سرعه عاليه. صح ولا لا؟
يعني حتى في العربيه لما بتيجي تشغل مثلا تكييف على التدفئه في الشتاء ما بتخليش سرعه الهواء عاليه قوي، لان هيجي عليك هتحس بجفاف ويدفي الهواء زياده قوي، فانت الفري كونفكشن هيبقى كافي، فدي بتدفي الهواء اللير بتاعت الهواء اللي حواليه وبتبقى محطوطه تحت، فالهواء ده بيسخن هيبتدي هو يطلع لفوق، فالى حد ما هيعمل لي سيركوليشن على خفيف كده ايه في السبيس بتاعي. تمام. طيب فده كده الايه الكونفكتور ده برضو شكل تاني ليه، قد الهواء يخش من هنا ناتشورالي، الهواء يدخل من هنا ويطلع لي من هنا ايه ناتشورالي برضو ايه من فوق الكونفكتور. وفي اوقات لما تبقى الاماكن يبقى الجو فيها بارد زياده، خاصه لو في منطقه زي دي مثلا، يعني ده كده ده شباك والجو مثلا تخيل في اوقات تلاقي الجو مثلا بره سالب 30 ماشي، فهنا طبعا المنطقه دي تلج صح، فهنا ممكن استخدم ان يبقى فيه مروحه ماشي، فحته المروحه او مش مروحه برده على حسب ايه الكونديشنز نفسها، على حسب ده موجود فين. تمام. طيب فده كده الايه الكونفكتور، ده الرسمه لسه شايفينها بتاعت الاير هاندلنج يونت، دي اير هاندلنج يونت تانية بس الباب بتاعها مفتوح او الجند بتاعها مفتوح، ده الفلتر وده الكويلز بتاعتنا ماشي، ودي ايه دي المروحه وده الموتور بتاع اللي بيدور الايه الفان بتاعتنا ماشي. الفان دي نوعها ايه؟ فورس لا لا سنتريفيجال ولا اكسيال؟ سنتريفيجال صح ولا لا؟ انتوا مش عارفين شكل لما يبقى شكلها شكل بلاور كده دي سنتريفيجال. تمام. قلتها انا في محاضره الاسبوع اللي فات في الباور بلانت ماشي، ليه في الاير كونديشن بنستخدم سنتريفيجال وفي الكولينج تاور مثلا بنستخدم اكسيال فان؟ بالظبط السنتريفيجال احنا عندنا الدكتات مثلا هو في فلوريت وكل حاجه بس ريليتيفلي الفلوريت بالنسبه للهيد لا الهيد بيبقى اعلى بكتير، لان انا همشي مسارات كتيره وفي برانشز عندي كتير، فانا كل ما بلاقي الهيد قصاد الفلوريت عالي تبقى سنتريفيجال سواء فان او بامب او كده، الاقي الهيد قليل قصاد الفلوريت زي كولينج تاور. كولينج تاور ايه؟ انا عاوز كميه هواء كتيره عشان تشيل كميه الحراره اللي من الكوندنسر، وارتفاع الكولينج تاور مثلا ايه قد الاوضه دي مثلا ولا حاجه ومكان مفتوح صح، فبالتالي هتلاقي ايه اكسيال فان ماشي. اللي بيربطهم حاجه اسمها ايه السبيسيفيك سبيد ماشي اللي تاخدها في الترم بس. طيب في عندنا برضو شكل تاني برضو اللي هو الايه اليونت فنتليتور، ده شكل الفان كول يونت تمام، بس ده بيبقى كميه الهواء اللي داخله فيها، يعني هي نفس الفكره يا شباب كلهم عباره عن كويل وهواء بيعدي عليه، الهواء ده يتعمل له تريتمنت بس بقى ايه في مروحه ولا مفيش تمام، هي حجمها كبير ولا لا، هنا مثلا هي فان كول يونت بس بيعدي فيها كميه هواء كتير فسميناها يونت فنتليتور على اساس دي بتجيب فريش اير كتير، هنشوف برضو قصه الفريش اير دي بعدين. فالفرق ما بينهم مفيش فرق ثيرمال، مفيش فرق ايه ثيرمال، يعني لو انا اجي اعمل انرجي بالانس عليهم هو نفس الشكل، يعني قصدي كانرجي بالانس بس هي كشكل الميكانيكال ديزاين بتاعها بس هو ده اللي بيختلف، زي مثلا لما انت سالتني الكويل ده مايل ليه مش واقف او كده ثيرمالي مش هيفرق تمام، بس احنا بنعمله بالشكل ده ان هو يغطي منطقه الهواء كلها، وفي نفس الوقت انا عاوز انه اريا اكبر، فبدل ما اخليه بالعرض كده ويبقى الفان كول يونت دي عرضها كبير خليته ايه مايل اكتر وبقى ضامن انه الهواء يعدي عليه. تمام ماشي. في عندنا الفالنس بوينت دي الفالنس يونت برضو عامله زي الفان كول يونت بس برضو من غير مروحه معتمد على الناتشرال كونفكشن، ودي بتبقى متعلقه في الايه في السقف، يعني زي ما قلت لك الحاجات دي كلها المسميات عشان لما تيجي تقرا في كتالوج ولا حاجه المسميات بس اللي هو شكل الايه شكل الكونديشنر عامل ازاي. تمام كده. طيب دي كده اللي هي اليونت فنتليتور، بتبقى عندك الفتحه من هنا كبيره شويه وفتحه الدخول اكبر شويه برضو، ليه؟ عشان دي بتعتمد انه كميه الفلو بتاع الاير بيبقى عاليه قوي، يعني هنا هتلاقي لو فكيت الباب ده مش هتلاقي مروحه واحده، هتلاقي اكس ومتركب عليه كذا مروحه. تمام تقريبا في صوره ليها اهي ماشي، ده اللي هو اليونت فنتليتور، لو جيت فكيت الظهر بتاع المكنه دي ماشي، فكيت الظهر ده هلاقي عندي ادي مروحتين مثلا ماشي، ودي مثلا فتحه الدخول وفتحه الخروج من فوق، ويقوم ايه يعدي على الكويل اهو
يبرد او يسخن او ايا كان ويطلع لك كميه الهواء دي. ماشي. فدي بنستخدمها امتى؟ بنستخدمها لما نبقى في اماكن الفلوريد فيها عالي قوي. ماشي تمام يا شباب. لان انت دلوقتي انت على الورق تيجي تحسب تقول انا عاوز نقطه السبلاي كذا والروم كونديشن كذا وتمام حسب اللودة تقول انا عاوز فلوريد كذا. تيجي تختار فان كول يونت يقول لك الفلوريد ده كبير قوي ما عنديش فان كول يونت تغطي الفلوريد ده. فمش ده لما تيجي تعمل سيليكشن لازم تشوف ايه اللي موجود الافيلبل. فبتشوف ساعتها طيب افصلهم كذا فان كول يونت يعني اللود بتاع المكان ده افصله كذا فان كول يونت ولا لو استخدم مثلا حاجه شبه اليونت فنتليتور ان هي بتديني فلوريت عالي قوي. فاهمين اللي انا بقوله؟ ايوه. طيب دلوقتي هنيجي لنقطه ايه بالمنظر اللي احنا رسمينه ده ايا كان هي فان كول يونت اير هاندلنج يونت حاجه جوه المبنى فين الفريش اير؟ بالمنظر ده كده مفيش فريش اير صح؟ طيب طبيعي انه اي مكان في الدنيا في بني ادمين في اي اكويبمنت في اي حاجه هيبقى فيه نسبه فريش اير لازم ابقى محتاجها حتى لو مفيش بني ادمين لو هي اكويبمنت اللي موجوده تمام لان الاكويبمنت دي مع الوقت هتطلع هتزود لي في ايميشنز بيطلع منها فاي بني ادم هيجي مثلا يعمل اي اوبريشن او كده هيبقى فيه مشكله صحيا هتبقى فيه مشكله فكده كده في كل الابلكيشنز محتاجين فريش اير. فالفريش اير هنجيبه ازاي؟ ممكن نفكر ان احنا نجيبه داكت لوحده زي ما انتوا قلتوا كده. طيب طب انا كده رجعت لقصه الداكت تاني. الداكت هيبقى صغير كميه قليله بالظبط. الداكت اللي كان الاولاني كان عندي السبلاي داكت صح وكان فيه الريتيرن. دلوقتي انا مش محتاج غير الداكت بتاع مين؟ الفريش اير بس. لو بيبقى في حدود كام مثلا في الميه الفلوريت بتاع الفريش؟ 3 من 10 مثلا. قصدك يعني 30%؟ يعني في ده في ابلكيشنز ده كده كتير يعني من 15 ل 20% ده في الافريج. حته النسبه قد ايه دي طبعا حسب كل ابلكيشن. حلو. فانا دلوقتي لو قلنا 15% 20% يبقى انا الداكت بتاعي متخيل انه حجمه هيبقى ايه؟ حوالي 20% وهيبقى هو داكت الفريش اير بس. الريتيرن مش محتاج له داكت هو المكنه بتاعته موجوده جوه. فهمتوا الفكره؟ فانا بالتالي وفرت في الداكت ولا لا؟ وفرت صح؟ طيب دلوقتي بقى الداكت ده هيبقى صغير. النقطه الثانيه كمان مستو بقى في ايه؟ ان انا الهواء اللي جاي ده انا ممكن الناس بقى اللي بتفكر في الانرجي كونزرفيشن والكلام ده ان انا اعمل سيتنج لي لو درجه حراره او الدور قلت عن الروم كونديشن اللي انا عايزها احنا في الصيف مثلا في اوقات بالليل الجو بيبقى حلو صح ولا لا فممكن اعمل ايه ازود الفريش اير اخلي ممكن اخليه كله فريش اير وافصل المكنه خالص صح ولا لا تمام فدي بوينت كويسه بس في بقى مشكله تخيل بقى في الاوقات اللي هي تبقى حر قوي انا الفريش اير مثلا لو اجي افكر فيه انا دلوقتي خلاص ادي الحيطه اللي هي الاكسترنال هفتح فتحه فيها وادي الهواء يخش صح صح ولا لا طيب الهواء اللي جاي لو احنا في عز الصيف الهواء ده مش هيبقى سخن زياده عن درجه حراره الروم يعني اللي قاعد هناك هيبقى في حاجه اسمها ايه لوكالايزد هيتنج النقطه دي هتبقى سخنه زياده عن بقيه الاوضه صح ولا لا فدي بقى مشكله في حته ان انا الفريش اير ادخله دايركتلي على الايه على الاوضه صح طيب فممكن نحلها ازاي ممكن نعمل كده ادي المكنه مثلا بتاعتي احط المكنه بتاعتي على الايه على الحيطه اللي فيها اللي هيجي منها الفريش اير تمام فادي الفريش اير جاي وادي ده كده الريتيرن ده كده الايه السبلاي تمام طيب بس دلوقتي على المنظر اللي احنا عاملينه ده الفتحه بتاعه الفريش اير ماشي هي فتحه في الحيطه صح ولا لا فهو الهواء هيدخل ازاي ايه اللي يخلي الهواء يدخل مروحه انه في مروحه صح طيب سؤال بقى معنى كده ان انا لو الويند سبيد بره بقت عاليه يبقى هياخد كميه فريش اير اكتر صح يعني انا اعمل الديزاين بتاعي اعمل ايه حلو هتعمل ايه يعمل ايه يعني يحس بايه ايه خلاص كده طيب ماشي دلوقتي الدامبر ده فكرته ايه يعني مثلا يبقى موتورايزد مثلا بيفتح ويقفل حلو يعني مثلا لما تبقى سرعه الويند زياده اقوم قافله شويه تمام ده لوحده تكلفه
يحس بايه بس انا عاوز اعرف ما هو الريتيرن بالظبط الفان دي بتسحب ريتيرن بتسحب فريش فعشان كده اول مشكله في الموضوع ده ان انا افتح لي فتحه في الحيطه تمام جنب الفانه وتسحب على طول ان انا مش هقدر احدد الفنتيليشن ريشيو قد ايه لان دي معتمد على ايه على الويند بتاعي الويند سبيد قد ايه انا فين في المبنى صح يعني الدور اللي فوق هيجي له كميه فنتيليشن اكتر بقى ماشي فدي نقطه النقطه الثانيه في اماكن مثلا اللي هو الجو بيبقى فيها برد قوي والهواء اللي جاي الفريش ده درجه حرارته قليله قوي فممكن يحصل ايه فريزنج للكويل صح ولا لا يعني تخيل ان احنا دلوقتي احنا عاملين شغالين هيتنج حلو شغالين هيتنج كويل ميه سخنه ماشيه وكل حاجه فالهيتنج كويل ده معمول على اساس انه الروم كونديشن هتدخل سي 25 وطلعها 35 ففي فريش اير جاي طب الفريش اير ده لو درجه حرارته سالب 30 سالب 40 هيعمل فريزنج هيقوم عامل ايه فريزنج ده مش ممكن مش بس اللي على الكويل ده للميه اللي جوه الكويل مش ده دكتور اللي بيحصل في البيت لما يجي يشغل التكييف على سخن في الشتاء ساعات بيحصل بره حوار تلج كده كانوا بيعالجوه بيتر اللي بره قصدك اه لما اجي اشغله وبقلب السايكل لو بتقلب السايكل اللي بره ده بقى الايفابوريتور ايوه تمام تمام فايفابوريتور على درجه حراره قليله فبالتالي دي نقطه ثانيه ده اللي هو الكوندنسيت اتحول لتلج بس عشان يحصل في مصر ده بيبقى يعني يحصل في الشتاء اه تمام في الايام الساعه الزياده تمام ان انا بتكلم بقى انه جوه الميه اللي ماشيه جوه المواسير لا يا ريت يعني مثلا اقول لكم على حاجه لما بره مثلا لما تبقى مأجر شقه وكده بيبقى في شركه هي المسؤوله عن الايه الشقه دي والصيانه والكلام ده فحتى لما بتيجي تنضف العقد بيجي يديك حاجات اللي هي ايه لو انت هتسافر هتسيب الشقه في الشتاء ما تفصلش التكييف اللي هو التدفئه خلي تكييف التدفئه ده شغال على ايه على حتى لو درجه قليله 60 مثلا 50 بتكلم في الفرنهايت يعني ليه عشان بس الميه تفضل ماشيه ما تبردش لدرجه ان الميه دي لو اتجمدت جوه الميه لما بتتجمد هي الحاجه الوحيده اللي في الدنيا بتنفش كل حاجه لما بيحصل لها سوليديفيكيشن بتصغر في الفوليوم الميه ايه بتكبر فالمواسير تتكسر تمام كده طيب الحاجه الثالثه بقى المشكله الثالثه تلاقي المبنى تبص له من بره المبنى عباره عن خرام خرم للفنتيليشن ده خرم للفنتيليشن ده فهتلاقي الايه المبنى مرقع فاهم ازاي فطبعا منظر ايه زباله ماشي طيب فدي النقطه بتاعه الفنتيليشن يعني دي من ضمن المشاكل ان انا الاول ووتر سيستم ده ان انا عندي فان كوليوم جوه والفريش اير ده عباره عن مثلا فتحه في الحيطه هنشوف بقى نحلها ازاي دي ما هو لو كده يبقى مش ده الاول ووتر سيستم ده الاير ووتر سيستم بقى ان انا يبقى الهواء الفريش ده اعمل له تريتمنت فيبقى انا كده عملت تريتمنت للاير واعمل تريتمنت للميه فيبقى كده ده الاير ووتر سيستم لما نوصل لها هولك. ماشي المهم دلوقتي بالنسبه للبايبنج بقى في عندنا اللي هو السنجل بايبنج سيستم والايه والمالتيبل بايبنج سيستم ايه السنجل بايبنج سيستم ان انا عندي الاير هاندل يونت او الفان كول يونت هي ماسوره داخله ليها وماسوره خارجه في الصيف يدخل لها كولد ووتر وفي الشتاء يدخل لها ايه هوت ووتر تمام فهي ماسوره ايه ماسوره داخله وماسوره خارجه اللي هو التو بايب وده بيبقى سهل بس ده ما ينفعش غير في الاماكن ان انا بعرف انا يا شغال هيتنج يا شغال كولينج ما يبقاش في نفس اليوم ويحصل ايه الفاريشن ده كتير فيبقى عندنا السيزون عندنا ايه في ديستنكشن في الايه في الاوبريشن بتاعه في المالتيبل بايبنج بقى اللي هو 3 بايب او 4 بايب ده بيستخدم من التيرمينال يونتس جواها كويلين مش احنا قلنا الفان كويل يونت ممكن يبقى كويل واحد ويشتغل في الصيف كولينج كويل وفي الشتاء يبقى هيتنج كويل وفي في حاجات تانية يبقى عندنا كويلين كويل هيتنج كويل ايه كولينج فيبقى ده ليه ماسورتين بتوعه وده ليه ماسورتين فيبقى المفروض ايه 4 بايب طب ايه بقى 3 بايب دي ايه الحاله اللي بقى فيها 3 بايب لو انا بعمل ميكس يعني لو عايز اوصل الحراره لو انا هعمل ميكسنج بين الكولد والبتاع فبتاعهم بايب واحد اعتقد لا الكنترول بتاع الفان كول يونت وكده ماشي يعني مثلا لو درجه حراره انا عمال اعمل كولينج بس ماشي انا ماشي ميه بارده هي اللي عماله برد الهواء لو الهواء برد الترموستات بيبعت لمين بقى الفان كويل بيبعت ايه بقى ايه اللي في الفان كول يونت يتغير باي باس كده اخد من الرباط مثلا الميه يعني بيتحكم في كميه الميه
صح كده؟ طيب من ضمن الحاجات اللي هي الباي باس ماشي، في اوقات بتبقى في الحاجات الصغيره سولونود فالف اللي هو يقفل خالص لو هي اون اوف ماشي. هنشوف بقى الطريقه دي. الثري بايب دي انه مثلا اللي راجع اللي رايح ماسوره للهيتنج كويل وماسوره للكولينج كويل والرجع بيبقى سوا، لان انا بعرف يا ده شغال يا ده شغال تمام، فوفر على نفس الماسوره بتاعه الرجوع بدل ما يبقوا ماسورتين هي ماسوره واحده تاخد من ده ومن ده تمام ماشي. طيب ده كده اللي هو السنجل بايبنج، ادي الفان كويل يونت، ادي الفان، ادي الفلتر اللي هو بيدخل من هنا اللي هو الريتيرن اللي هو جوه الاوضه ماشي، هيعدي ادي الهيتنج كويل او كولينج كويل على حسب السيزون ماشي، وده الاير ايه الشارج الترموستات اهو بيحس بايه او بيأثر في ايه، هو بيحس هنا بدرجة حرارة المكان ماشي. الترموستات ده هيبعت سيجنال لمين؟ للمية اللي داخل ماشي، ويبعت سيجنال لايه؟ للثري واي فالف. الثري واي فالف ده فكرته ايه؟ انا دلوقتي دي مية اللي هي السبلاي، الطبيعي انه ده ايه؟ فاكرين في كنترول كلمة نورمالي اوبن ونورمالي كلوزد، فده نورمالي ايه؟ كلوزد، ادي الدخول وادي كده الخروج. لو انا دلوقتي الهواء برد انا مش محتاج ان انا ابرد بقى زياده، اقوم عامل ايه؟ عاوز اقلل الفلوريد بتاع الميه، فاتح الفالف، عامل اهو فاتح الفالف ده شويه. فاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ يعني بص، مش انا عندي الكيو بتاعت السبيس من ناحيه الهواء عباره عن ام دوت اير في اتش ار ناقص اتش سي صح؟ تمام كده؟ طيب من ناحيه بقى الميه، لو احنا بنتكلم في الصيف مثلا او في الشتاء، ام دوت ووتر سي ووتر دلتا تي ايه ووتر صح. فالكنترول هنا اللي انا بعمله، انا بنتكلم على موضوع الامتحان ده ايه لما نخلص. فانا دلوقتي الفكره كلها اللي هو الثري ويل فالف ده بيعمل ايه؟ هو بيتحكم في كميه الميه ماشي. ففي كذا طريقه للتحكم، من ضمنها ومن ارخصها اللي هو الثري ويل فالف. طبعا هو ده كوست على الفاضي يعني، لان كده كده نفس البامب شغاله، بس بدل ما اودي المايه هنا انا كاني خدت المايه من البامب ورجعتها تاني، فهي كرانينج كوست على البامب ايه كتير، بس يعني ارخص من حاجات تانية. يعني الحاجات التانية ان انا اخلي البامب تبقى ابطا اللي هو الفاريبل سبيد درايف ده، فده ليه تكلفه بس كرانينج كوست بيقل بيقلل يعني. معلش، هو التحكم في البامب اللي هي الرئيسيه مثلا ديت اكيد في ناس يعني ما انا عارف، ما هي دلوقتي بتاخد سيجنال من كذا نقطه تمام، يعني الديماند عندها كذا نقطه. اصلا ميزه السي وي ان انا هعمل فاريشن في كل اوضه ليها براحتها. يعني هي دي ميزه الثري واي فالف، مش هيبقى فيه تعقيد كتير تمام. طيب ده لو انا عندي ايه اللي هو هيتنج كويل وايه وكولينج كويل تمام. طيب ده كده عندي، لو احنا بصينا على الصوره بشكل اكبر شويه، ده عندي التشيلر اللي يطلع لي تشيلد ووتر او بويلر يطلع لي الهوت ووتر تمام. المية هتمشي قد البامب، هتودي على الفان كويل يونت دي، بعد كده ترجع تاني، المية هتدخل على الفان كويل. يا شباب ركزوا، فان كويل يونت المية هتخش على الكويل، بعد كده ترجع على خط الريتيرن، خش على الكويل ده ترجع على خط الريتيرن تمام. بعد كده ايه ارجعهم على التشيلر والبويلر تاني تمام. طيب سؤال كده، ده مش في دي بعدين ماشي. طيب فهنا اول بقى ادفانتج بالنسبه اللي هو الاول ووتر سيستم، ان احنا عندنا ايه، شلنا موضوع الدكت ده فوفرنا سبيس كتير، هينفع يعتبر مع كل المباني. يعني لو مبنى ارتفاع المبنى دور مثلا 3 متر ماشي، حاضر اشتغل فان كويل يونت، نو واي ان انا اشتغل ايه اول اير سيستم صح ولا لا؟ الدكت ارتفاعه ما فيش 3 متر هفضل ماشي مقتب، فمش هينفع صح ولا لا؟ فانا دلوقتي البايبنج حلت لي المشكله بتاعت السبيس اللي انا محتاجه من المبنى خلاص. طيب الحاجه الثانيه بالنسبه للانيشال كوست، الانيشال كوست بتاع الفان كويل يونت او اللي هو السيستم الاول ووتر سيستم ارخص من الانيشال كوست بتاع الدكت. الدكت الفان كويل يونت وبرده كتر خيرهم الصين والماس برودكشن بتاع الحاجات دي بتخلي الكوست بتاعتها او يعني انت بتشتريها قريبه قوي من الكوست الفعليه، الربح فيها ما بيبقاش كتير قوي تمام. انما الدكت
يعني دلوقتي بصوا الصين مثلا اللي بيخلي ان هي تبيع باسعار رخيصه غير الكواليتي انه ايه ازاي بقى بيعملوها هما دي الفكره هما عندهم بيبصوا دايما الفيزيبيليتي الفيزيبيليتي بتاعت الموضوع يعني كنت بتكلم مع واحد قبل كده الفيزيبيليتي عندهم في ان يبقى خط الانتاج ده يعمل اللي هي دوره راس المال كذا مره في السنه يعني ايه كذا مره في السنه يعني ان انا اقعد انتج يعني في مصنع كان قبل كده حاجات زي السبليتات والكلام ده كله كانوا شايفين ان هو مش فيزبل بيطلع 6000 وحده في الورديه يعني في 8 ساعات بيطلع 6000 منتج فاهم ازاي فبالتالي ساعتها الفكره بتاعهم كبزنس ايه ان انا دلوقتي الليبر هم فلما الكوست بتاعتهم تتوزع على المنتج يبقى كان الرننج كوست عندك اولموست ايه مفيش نيجلكتد فهمتوا ازاي يعني دي الفكره لما يطلع برودكتس كتير يبقى انت معظم الكوست عندك انت عندك في اي كوست بتيجي تحسبها لاي برودكت عندك في الكابكس اللي هي الكابيتال كوست والرننج كوست فالرننج كوست دي اللي هي مثلا ايه الكهرباء والعماله والكلام ده كله فلما يبقى في نفس الوقت انا اقدر اطلع ماكسيمم برودكشن فالرننج كوست دي لما تتوزع على المنتجات هتبقى اولموست ايه نيجلكتد فبالتالي يقدر ينافس موضوع السعر تمام فعشان كده موضوع ان انت تقدر تلاقي الفانكوليون يونتس دي لما تيجي تقارنها بقى بالدكت الدكت ده لا يعتبر سبيشال اوردر صح ولا لا يعني ايه سبيشال اوردر تمام ده مخصوص يعني حسب بقى الشكل المبنى والتوزيع والكلام ده كله هتقوم عامل دكت ديزاين انا عاوز السايز كذا عاوز كذا طول الدكت قد ايه صح ولا لا فبالتالي الانيشال كوست بتاعته بتبقى اعلى مفهوم يا شباب تمام طيب غير كده بقى كمان انه هي كل اوضه لوحدها صح يعني كل اوضه ليها المكنه بتاعتها لوحدها الكنترول بتاعها فبالتالي اللود هنا زاد قل هنا براحتي الاوضه دي غير الاوضه دي براحتي نفس الاوضه نفسها لو اللود فيها قل هتحكم بس في ايه كميه الميه نفسها يعني ممكن اخلي الام دوت اير هو صح يبقى انا مش هاثر في حته انه سرعه الهواء قلت والكلام ده كله احافظ على سرعه الهواء هي بس اقلل كميه الميه طب لما اقلل كميه الميه وخلي سرعه الهواء هي ايه اللي ناحيه الهواء يتغير ال سبلاي صح كده يبقى انا دلوقتي في الفان كول يونت ها بص دلوقتي بص دلوقتي شايفين دي كده الميه عندي دي كميه الميه اللي ماشيه جوه الكويل خلاص الميه دي ماشيه ام دوت كولينج ووتر طلع لي هنا ايه ايا كان تي كولينج ووتر ان وهنا تي كولينج ووتر اوت ماشي طيب دلوقتي لو انا قللت كميه الميه دي يبقى انا الحراره اللي هاخدها من الهواء هتبقى ايه اقل صح كده فالهواء لو داخل هنا 25 اللي هو ريتيرن من الاوضه يبقى انا هطلعه عند كام بدل ما كنت اطلعه مثلا عند 17 لا بقى ايه خدت منه حراره اقل فبالتالي هيطلع مثلا عند 19 يعني كل الفكره هيقلل الدلتا اتش بتاعه الهواء فهمتوها تمام ماشي طيب الار دي بقى على حسب انا هخش جوه السبيس عند السبلاي كونديشن دي بالفلوريد ده واشوف نقطه الار بقى حسب السنسبيليتي فاكتور اوصل فين زي ما قلنا المره اللي فاتت تمام طيب المشاكل بقى اللي فيه مفيش حاجه ايه كامله كده كمال لله وحده تمام اول حاجه هي المزايا بتاعه الاول اير سيستم بقت هنا ايه عيوب موجوده اول حاجه كان موضوع المينتنس المينتنس في الاول اير سيستم تقدر تعمل المينتنس هي اوضه سنترال كده ماشي الصنايعيه موجودين بدخانهم بالشاي بتاعهم بكل حاجه مش فارق بقى ايه ده في الزبون قاعد الساكن موجود مش فارق معاهم الكلام ده ماشي فان هو المينتنس هتبقى المشكله في ايه ان انا دلوقتي مش في اوضه واحده ده متوزع في كل الاوض تمام بالظبط فهيبقى فيها ايه مشاكل الاكسسبيليتي للمكان حاجه الثانيه الدرينج الكويل بقى دلوقتي المفروض يشيل الكولينج لود بتاعي ماشي اللي هو ايه ليتنت وسنسبل فلازم هيبقى في عند الايه التنقيط اللي بيحصل في الكولينج كويل فلازم يبقى عندي شبكه الصرف بتاعته تمام حاجه اللي بعد كده موضوع الهيوميديتي كنترول ما مش هعمل دي هوميديفاير مثلا مخصوص عشان الاوضه دي صح ولا انا بحط كولينج كويل وحسب بقى الظروف اللي تطلع هيطلع الروم كونديشن فين
صح ولا لا؟ يعني هو نقطة السبلاي تخرج على السنسبيليتي فاكتور، ما اعرفش نقطة الارض هتطلع الريلاتيف هيومديتي بتاعتها بكام. تمام؟ في الشتاء مثلا حطيت هيتين كويل فهو دفال الهواء فممكن يطلع جاف. ماشي؟ صعب ان انا في الفان كويل يونت دي واقوم حاطط اير ووشر. صح ولا لا؟ صح ولا صعب ولا سهل؟ ها في الفان كويل يونت اللي هي جوه السبيس لو حطيت ما هي فان كويل يونت جوه السبيس احط اير ووشر هتبقى مشكله، هتلاقي كميه ميه نازله لي اي ليكج يحصل ولا حاجه تبقى مشكله. صح؟ فالاسهل هنا دايما بحط ايه، هو هيتنج كويل وكولنج كويل. فلما اجي اشغل الهيتنج تلاقي الهواء اللي خارج من التكييف ايه، دراي. صح؟ فيبقى في دي مشكله عندي من ناحيه اللي هي الهيومديتي. تمام. الحاجه الثانيه زي ما احنا قلنا حته الفريش اير، ان انا معتمد ان هي فاتحه في الحيطه كده والهواء يدخل منها حسب سرعه المروحه وسرعه الويند، فبالتالي الفنتيليشن ريشيو دي انا ما اقدرش اتحكم فيها. صح ولا لا؟ تمام. غير كده بقى النقطه اللي احنا قلناها في الاول خالص، بدل ما بقى عندي سنترلايزد فلتريشن بقى عندي ايه، ديستريبيوتد فلتريشن. كل مكنه هيبقى ليها الفلتر بتاعها، فبالتالي الفلتر ده مش هيبقى بنفس كفاءه الفلتر اللي هو سنترلايزد. صح ولا لا؟ دايما بدور من ناحيه الكوست والسبيس. التاني سنترلايزد اير كونديشننج سيستم سنترال ستيشن معايا المكان، تمام، وهو فلتر واحد هيعمله للمبنى كله فدلوقتي كلف. انما اللي بقى عندي السبيسز لا، عند كل واحده احط فلتر، فساعتها لا السايز هيكفي ولا الكوست هتبقى فيزبل ان انا عند كل واحده اعمل فلتر ايه محترم. صح كده؟ طيب ففي بقى اللي هو ايه، الاير ووتر سيستم. الاير ووتر سيستم زي ما احنا قلنا التسمية نفسها بتيجي منين؟ الهيت ترانسبورت فلويد، الفلويد اللي هينقل الحرارة او بيشيل اللود من جوه المكان او يضيف اللود. فالاول اير سيستم ان انا هوا عملت له تريتمنت سنترلايزد وبعدت الهوا ده ايه؟ للمبنى بتاعي. صح؟ طيب انما هنا والاول ووتر سيستم كان فكرته ايه؟ ان انا عملت تريتمنت لمية والمية دي هي اللي وديتها للسبيس معمولها تريتمنت. ماشي؟ هنا بقى هيبقى عندي اللود هيتشال عن طريق حاجتين، اير وايه ووتر. ده هيحل لي مشكله ايه، ممكن يعني ممكن نختار سيستم ان يحل لي مشكله الدرينج كويس. الفريش اير، فريش اير لما احنا قلنا ان هو مثلا فاتحه كده في الحيطه مش عامل له تريتمنت مثلا، تمام، فالهواء ده في الصيف جاي لي سخن قوي، في الشتاء جاي لي برد زياده. صح كده؟ فانا هنا ممكن اعمل ايه، الفريش اير ده قبل ما يجي اعمل له تريتمنت. كده انا عملت تريتمنت لاير وبعته، ده كده اير سيستم بالظبط. ما هي دي بقى في انواع بقى من السيستمز، في سيستم زي مثلا اللي هو البانل هنشوفه كمان شويه. ايه البانل ده؟ ان يبقى السقف مثلا، تمام، في مواسير جوه السقف بيمشي فيها تشيلد ووتر ميه ساقعه، فهيعمل ايه، هيبرد لك الهواء اللي في السقف، تمام، اللي هو احنا بنسميه راديانت كولينج لو حد سمع عنها. تمام، فهيبرد لك الهواء اللي في السقف ده ويبتدي الهواء ده بيتقل لان هو برد وينزل لتحت فيعمل لك ناتشورال سيركوليشن. ميزته ايه؟ ولا في بقى صوت مروحه ولا الكلام ده كله، والهواء متوزع على السقف كله. بس مشكلته ايه؟ ما ينفعش يشيل ليتنت لود، هتلاقي فيه مطر نازل. صح ولا لا؟ فهنا يبقى لازم ده ما يشيلش غير ايه، سنسبل بس. طب والليتنت؟ لو انا بقى شغال على الاير ووتر سيستم يبقى اللي في السقف ده يعتبر ده الووتر سيستم، ما هي ميه اللي ماشيه اهي شايله اللود، ويبقى انا جايب اير كان شايل الليتنت قبل كده. يعني من الاخر الاير ووتر سيستم كان عندي الهواء اللي داخل المكان كانه داخل في نقطتين، هواء معمول له تريتمنت وميه معمول لها تريتمنت. تمام كده؟ تعال نشوف الاشكال بقى بتاعتها كده بقى ممكن استخدمه كذا حته. صح؟ ازاي؟ بقى انت عاوز برضو موضوع ان انت تنقله في كذا حته. طب ازاي برضو الكنترول على ايه؟ يعني فكر فيها كده، فاهمني؟ انا دلوقتي اعمل كنترول على ايه؟ هي الماشين دي مثلا لو الروم كونديشن هنا وهنا مختلفه يعني اعملها ازاي؟ ماشي، بس انا دلوقتي بتحكم في الهواء، يعني دلوقتي بعمل تريتمنت للهواء نفسه. ما هو الهواء ده نفسه ماشي حلو، هنشوف دلوقتي الهواء ده بنوصله لغايه فين. بس الهواء ده جاي مثلا عملت له تريتمنت ووصل لغايه 16 17 18، الاوضه دي عايزاها 18 والاوضه دي عايزاها 20،
تعملها ازاي؟ مش ممكن نفس الاخر كميه اقل اوصل نفس الحته. يبقى انت كده بتتحكم في الفلوريت، انت خليت برضو نفس السبلاي كونديشن تيرمينال هيتنج، هتتعامل برضو ان انت تعمل تيرمينال ريهيت، فكده السيستم اللي هو الاول اير سيستم. تمام. طيب دلوقتي تعال نمشي كده واحده واحده. احنا عندنا الميه بيحصل لها سنترال كولينج او هيتنج معايا، يبقى عندنا تشيلر مثلا هو ده بيعمل سنترال كولينج، او عندنا بويلر يعمل سنترال ايه هيتنج. الميه دي سواء هوت ووتر او كولد ووتر هما ابعتها في بايبنج ماشي، وتروح لايه جوه كل مكان في عند التيرمينال يونت. التيرمينال يونت دي اللي هي ايه، يا اما فان كول يونت، اير هاندلنج يونت اللي هو اليونت فنتليتور، ايا كان بقى شكلهم عامل ازاي. تمام. وفي اشكال برضو تانية، حاجه اسمها اندكشن يونت دي هنبص عليها دلوقتي. المهم طيب المايه دي هتتوزع في المبنى، دي بتشيل جزء من اللود، وبقيه اللود في هواء تاني اللي هو ايه بقى، الفريش اير. الفريش اير بدل ما بعته على المكان على طول مش معمول له اي تريتمنت، فيعمل لي مشاكل بقى زي ما قلنا في الجو الحر هيبقى الهواء ده سخن زياده، في الجو الساقع ممكن يعمل فريزنج مثلا على المروحه ولا حاجه، فاعمل له ايه تريتمنت الاول. تمام. ممكن وهو ده بقى بيشيل لي بقيه الايه، بقيه اللود. خلاص. الهواء الفريش اير ده بنسميه البرايمري اير، بنسميه ايه برايمري اير. طب والسكندري اير ها، هو اللي اتعمل له تريتمنت عن طريق الايه، عن طريق الميه. مش احنا قلنا في لود، جزء من اللود بيتشال عن طريق الهواء، جزء من اللود بيتشال عن طريق الميه. الهواء ده اللي هو الفريش اللي جاي لي من بره وعامل له تريتمنت ده اسمه برايمري اير. الهواء اللي هيبرد او يسخن عن طريق الميه اللي داخل جوه السبيس ده بنسميه ايه، سكندري اير. تمام. طيب هنا هي نفس المزايا بتاعت الايه، الاول ووتر سيستم، ان انا هنا مفيش دكت للريتيرن، هيبقى في دكت عند الايه للفريش صح. بس زي ما قلنا الميزه بتاعت الدكت بتاع الفريش، تمام، الدكت بتاع الفريش اصغر بكتير من الدكت اللي هو لو انا بشتغل اول اير سيستم. تمام. هيبقى الدكت مثلا حاجه 15% ولا حاجه، ومش محتاج ريتيرن، فبالتالي مش هيحصل مشكله الكونفليكت اللي ايه ما بين السبلاي والريتيرن. تمام. طيب هي هتشيل الجزء، بص هقول لك على حاجه، هو اللود لو هي شالت لودها لوحدها خلاص كده كويس. يعني ايه لودها لوحدها؟ فاكر اللود بتاع الفريشير كان ايه؟ كايكويشن حتى ام دوت فريش في اتش او ناقص اتش ايه؟ ار. يعني لو وصلت الفريشير ده بس لنقطه الروم كونديشن خلاص انا شلت اللود بتاعه، وبقيه اللود هيتشال بقى من الفانكول يونت اللي موجوده جوه السبيس. ما عشان كده انا كنت بقسم اللودز ساعه اللود استيميشن لايه، ثلاث حاجات، اكسترنال لودز وانترنال لودز. دي بقى اللي هي كيو بتاعه السبيس اللي جوه السبيس، وفي اللود بتاع الايه الفريش. الماشين عندي هتشيل ايه، اللود بتاع السبيس اللي هو اكسترنال وانترنال، واللود بتاع الايه الفنتيليشن اير. خلاص كده. دلوقتي زي ما احنا قلنا مش هيبقى في ايه عندنا اللي هو الريتيرن دكت ده، بس لو انا عندي البرايمري اير، ايه البرايمري اير ده اللي هو الفريش صح كده. طيب لو البرايمري اير ده يعني انا اللي مدخله على المكنه اللي هتعمل تريتمنت الهواء، يعني تخيل عشان ارسم لكم بس شكل كده، تخيل ده اللي احنا ايه هندي اكزامبلز عليه،
ده عندي مبنى، ده مثلا ده اوفيس، ده شويه اوفيسز كده ماشي، وده هنا مثلا ايه ريستورانت، مش عارف الكراسي عامله كده ليه. تمام ماشي، وده مش عارف ايه لوبي مثلا ولا حاجه، وده الانترنس بتاعنا، ده كده كذا مكان ماشي. طيب الكذا مكان دول مش كلهم هيبقوا نفس الماشين، ليه مش كلهم نفس السكيدول؟ المكاتب دي مثلا بتشتغل بالنهار، بقيه المكان بيشتغل بالليل، المهم عندي كذا ايه ماشين. المبنى ده مثلا في عندي دي ميكانيكال روم، فهنا ممكن اعمل ايه، احط هنا اير هاندلنج يونت خلاص، وتغطي لي ايه الاوفيسز اهي 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 ماشي. طيب اجي مثلا افكر بالطريقه دي، اجي اعمل اير هاندلنج يونت هتغطي لي الاوفيسز دي، الاقي لا الحجم بتاع الدكت كبير تمام، والسقف مثلا ارتفاعه المقاول عامله 3 متر، عامله الاقزام تمام. فنعمل ايه خلاص، بدل ما ابعت دكت هبعت ايه تشيلد ووتر. يبقى انا هنا بدل ما يبقى مثلا اير هاندلنج يونت ولا حاجه احط تشيلر هنا. لازم يبقى المبنى صح؟ ها؟ لازم يبقى المبنى تشيلر. بص لو المكان ده فيه ان هو اماكن تتعمل فنتيليشن وكده خلاص تمام. اشمعنى؟ انه مثلا التشيلر ده ممكن يبقى اير كولد، انه بيبرد عن طريق هواء، فممكن عادي يبقى في بيزمنت ولا اوضه على جنب، بس اوضه كبيره ولا حاجه ماشي، عادي ان هو يتعمل تشيلر ومفيش مشكله، بس تعمله فنتيليشن لان الكوندنسر ده هيسخن، هيسخن الاوضه، فانت عاوز ان انت تجيب هواء كل شويه جديد يعني. في مره لا مول كنا اشتغلنا فيه كان عادي في البيزمنت وعملنا التشيلر بتاعه مفيش مشكله. نبعد بقى من التشيلر ده ايه، تشيلد ووتر خلاص. تاني هتروح هنا لازم يبقى في عندي ايه كول يونت ماشي. الخ تمام. وبرضو ممكن اعمل المنطقه دي ايه اير هاندلنج يونت تانية مثلا لوحدها ماشي، او فان كول لكل واحده فيها. جميل خلاص كده. طيب وادي الايه البايب اللي راجعه للكل ماشي. تمام لما بنيجي نرجع تمام بنعملها بالطريقه دي معلش، يعني بنرجع كده، ده الريترن يمشي في المسار ده خلاص، وبعد كده ارجعه كله كده عشان يبقى انا دلوقتي المايه دخلت في اول واحده حلو، لما تيجي ترجع ما ترجعش كده على طول كده، مفيش مايه هتكمل، فلازم ازود المسار بتاع دي شويه تمام كده. طيب يعني بقى نتكلم عليها بعدين، هو انت هتاخدها في البايبنج برضه. المهم انا عندي ادي الفان كول يونت دي كده محطوطه جوه السبيس، الهواء بيجي لها منين؟ من ظهرها كده، من الريترن اللي هو جوه السبيس صح، ويطلع لي هواء جوه السبيس شبه دي مثلا بالظبط. انا دلوقتي مفيش فريش اير، فين الفريش اير هنا؟ تمام نفسكوا كفايه، فدلوقتي قادر ريسيركوليتد وادي الايه السبلاي مفيش فريش اير. فانا مثلا في اللي هو الاول اللي هو اير ووتر سيستم الفريش اير قبل ما ادخله جوه المكان، في بقى كذا طريقه ممكن اعمل دكت. خلينا بقى نرسمه هنا معلش. هنا عندي مثلا اير هاندلنج يونت ولا حاجه فيها كولينج كويل ماشي، وهيتنج كويل عشان الشتاء خلاص. اللي داخل هنا ايه الفريش اير، اللي داخل على الماشين دي ستيت اللي هو او اللي هو الاوت دور صح كده. طيب وخارج هنا كام؟ لو خليتها ار يبقى الماشين دي شالت بس اللود بتاع الفنتيليشن، لا لود الفنتيليشن تمام سنسبل ليتنت ايا كان، شالت اللود بتاع الفنتيليشن. انا ممكن اتحكم ان هي تشيل لود اكتر، عاوز مثلا في حالات مثلا اخليها تشيل كل الليتنت ماشي، بعمل حسابي ان اللي هيدخل على الكولينج كويل ده ويخرج منه ما يشيلش ليتنت تمام. ف
فيبقى دي النقطة اللي هي اللي خارجة من الفريش اير. هنقول في اكزامبلز كتير على الموضوع ده. النقطة اللي خارجة من الفريش اير ده تمام او الفريش اير تريتمنت مش لازم دايما تبقى ار، ممكن اتحكم فيها تبقى ابرد بكتير ان هي شالت ليتنت لود تمام، زي ما اللي هنشوف اللي هو البانل اير سيستم على الروم. لا هو بصي دلوقتي هي ان هي دخلت ار كده دي كانها مش لود على المكان، وانا عاوز المكان عند درجه الحراره كام؟ 25 صح اللي هي ار. فلو انا كل الهواء اللي داخل ده ار، يعني في عندي ستريم هواء داخل عند نقطه ار، فده كده في حاله لا فادني ولا ضرني، هو شال لود وخلاص دخل كده جاهز تمام. طب بقيه اللود اللي هو اللي جاي لي بقى من الحيطان والانترنال لودز، هي الفان كولنت شايله بقى ليه؟ دلوقتي عشان الدخل يعني لو دي مش اور، لو دي اقل من 25 كده هيوفر لك شويه في اللود ده. تمام هيوفر لك في اللود ده شويه، بس انا بتكلم انه دلوقتي احنا عندنا اللود بتاع المكان عباره عن ايه؟ اكسترنال لود وانترنال لود وايه؟ وفنتيليشن. اللود بتاع الفنتيليشن هو عباره عن ايه؟ ام دوت او في اتش او ناقص اتش ار. تمام؟ هي لو المكنة دي شالت ده بس يبقى شالت اللود بتاع الفنتيليشن بس. طيب لو شالت ام دوت او في اتش او ماينس اتش مثلا هنقول سي، دخلت عند سي يبقى شالت لود زياده كمان. خلاص كده اللود ده هتوفره على الفان كول يونت. طب في حاله ثانيه ماشي ان انا اعمل زي اللي هو البوستر كولر خلاص او لا بلاش البوستر كولر، في حاله ثانيه خالص انا مدخل ام دوت اكبر من الام دوت او، يعني مش كل الفرق مش كل كميه الهواء بس كميه هواء اكتر ماشي، مدخل كميه هواء ايه اكتر. ليه؟ عشان انا مثلا في حالات معينه عاوز يشيل الليتنت، فعشان يشيل الليتنت ده محتاج كميه هواء اكتر عشان يشيل الليتنت ده خلاص. فممكن يبقى اوقات الكميه دي تبقى اكتر، هنشوف الكيسز دي. بس لو هنا داخل عند 2 ام دوت او يبقى هنا هحتاج فيه ايه؟ ريتيرن دكت يرجع لي كميه الايه ام دوت او اللي فاضل. يعني دلوقتي المكان ده انا محتاج له كميه فريش قد ايه؟ ام دوت او صح كده. طيب انا جبت له فريش ام دوت 2 ام دوت او، يبقى الزياده دي ايه؟ هيبقى فيه ريتيرن دكت ليه. هو انا كده زودت الام دوت عشان يساعد في الفريش لود من المكان في لود معين. بصوا دلوقتي اللود بتاع الماشين اللي هو الكونديشنر تمام عباره عن ايه؟ الكيو بتاع السبيس بلس الكيو بتاع الفي فنتيليشن صح؟ طيب الكيو سبيس ده عباره عن ايه؟ في جزء سنسبل ماشي كيو سنسبل وكيو ايه ليتن. فانا الفريش اير ده المفروض اقل واجب يشيل الايه الكيو فنتيليشن. لو انا كمان بقى جوه المكان انا مش عاوز يحصل اي درينج يبقى لازم كمان يشيل ايه ليتن تمام كده. يبقى لازم الماشين دي تشيل ايه كيو فنتيليشن وكيو ايه ليتن. لو جينا بصينا على السايكرومتريك تشارت لو نقطه السبلاي اللي انا عامل ديزاين عليها هنا وهتخرج لي نقطه الار هنا تمام. السبلاي ده هو انا السبلاي فيهم اصل انا عندي نقطتين، في عندي دي هنسميها برايمري ودي كده السكندري صح. فنقطه السبلاي دي عباره عن ايه؟ ده الميكس ما بينهم. بتخيل كده كانه ده الميكس ما بين نقطتين عشان لو في فرق في التمبريتشر ما بينهم تمام. فده الميكس ما بين ماشي. طيب دلوقتي جوه السبيس انا بيبقى عندي فيه ده اللود اللي هو الايه ده الليتن صح، وده كده ايه سنسبل ماشي. ولو انا دي عندي نقطه الاو يبقى اللود ده
الفنتيليشن صح كده؟ طيب هنا ده الماس فلوريت ام دوت او ودول ام دوت كلها صح كده؟ ماشي يعني كيو سنسبل عباره عن ايه؟ ام دوت توتال اللي بتمشي في الاير فرق الاتشات دي وام دوت توتال فرق الاتشات دي ده كده الايه؟ الليتر وام دوت او اللي هو الفريش فرق الاتشات بين الاو والار ده كده الايه؟ الماشين شايله لي ايه؟ شايله لي كل ده؟ صح الماشين شايله لي كل اللودز دي بس انا دلوقتي الماشين عندي عندي اتنين ماشين في ماشين جوه السبيس اللي هي الفانكول يونت وفي ماشين عندي بره السبيس اللي هي بتاعت الفريش اير فهمتوها ازاي؟ فانا دلوقتي في اوقات انا عاوز المكنه اللي بره دي تشيل ايه؟ تشيل ده كمان خلاص كده تشيل ايه اللي هو الفنتيليشن والليتنت لو انا هشغل تشيل الفنتيليشن بس مش هاخد الليتنت لو هي تشيل الفنتيليشن بص كميه الهواء اللي داخله فيها لو كميه الهواء اللي داخله هي قد الفريش اير ام دوت او مش محتاج ريتيرن تمام فانا ممكن اخلي اللي يمشي جوه الماشين ام دوت او بس هبرد لي من او لغايه حاجه اقل من الار فتخيل لو عرفت اجيب ماشين زي اللي عملناه قبل كده ان هي تبرد لي من الاو لغايه هنا يبقى كده شلت ايه شالت الفنتيليشن وليتنت وجزء من الايه من السنسبل بقيت اللود بقى اللي هو السنسبل هتشيل الفان كول يونت فانا هنا مش هحتاج ايه اعمل درينج للسيستم ده فده في حاله مثلا برضو من ضمن الاماكن الحاجات اللي هي البانل ان يبقى عندي مواسير في السقف ما ينفعش الدنيا تمطر عليا وانا قاعد صح ولا لا تمام يا دكتور هو انت رايك في الكهرباء بتاعت الاير في فان كول يونت مش المفروض في ريتيرن على يعني يشيل كميه الهواء كميه الهواء كده في جوه الاوضه تفضل تزيد لو ايه بقى دلوقتي انا مفيش ريتيرن خالص يعني للفريش في اكزوست بيبقى في اكزوست يعني بيبقى مثلا الاوفيسز دي ممكن في الدار كده يبقى في عندي داكت بتاع الاكزوست في مثلا في اماكن بتبقى عامله زي غرف نوم مثلا ولا حاجه زي الفنادق يبقى عندي الاكزوست ده يحطوه في الحمام يبقى عندي ادي الفريش او الاير سبلاي اهو والاكزوست يبقى ايه في نقطه ثانيه عشان ان انا ابقى ضامن موضوع برضو الاير سيركيليشن جوه الاوضه يبقى الحمام بالنسبه لبقيه المكان الحمام كانه بقى نيجاتيف بريشر واللي حواليه بقى ايه بوست تمام يا شباب طيب الاشكال بقى بتاع التيرمينال يونتس خلينا بقى ايه ناخد بريك ونبتدي الساعه 2 ماشي